السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حال الشباب، معكم هانت جيمر احمد القحطاني. اليوم جبنا لكم الحلقه الثامنه من تقديم لعبه هارس اوف ايرون 4 مود المودرن دي. طبعا زي ما شفتوا الحلقه اللي راحت كيف توسعنا ودولتنا صارت جدا عظيمه يعني. فانا على اخر حلقه راحت قلت اني بدخل مع السوفييت نجد الحلفاء، لكن فكرت فيها قلق بنطول السلسله وحوسه، فقلت خليني اكمل احاول نوحد المناطق العربيه. شمال افريقيا الحين بركز عليه، وبعدين اركز على تركيا نكشاها برضو في نفس الوقت. فنرجع نروح على ليبيا الان ونبدا نسوي جستفاي على ليبيا. طبعا احتمال ان تكون هذه الحلقه الاخيره او الحلقه الجايه الاخيره، ما ندري عاد، لان احس ان مره السلسله طولت. يعني ترى اخذنا 12 سنه واحنا نلعب، طبعا في اللعبه 12 سنه زي ما تشوفون هنا. وما لعبة مشكلتها إذا صرت مرة قوي خلاص، يعني صرت قوي. الله وش ذا الصوت. جيوشنا الحين ما شاء الله كويسة، وأمورنا ومصانعنا عندنا ما شاء الله 158 مصنع عسكري، 200 مصنع مدني، 39 بحري. إذا تبغاني أكمل ما عندي مشكلة أكمل، بس يعني هلا هلا بالمشاهدات يعني. اوكي خلص الجستفاي. طبعا اللعبه الحين دائما كذا اذا كثرت الحوسه زي ما تقول تبدا تعلق. طبعا انا جالس اسوي حاليا جستفاي على الجزائر، ما راح يطول برضه. هل نقدر نشوف نقدر نسوي على المغرب؟ كم بياخذ؟ 175 يوم، ما في مشكله نقعد نسوي، نحاول نوحد شمال افريقيا بسرعه. يلا نعلن الحرب على معمر القذافي. بسم الله يلا انطلقوا، المفروض ان كل شيء سهل. يلا يلا يلا، يا سلام سلم، يا سلام سلم. وين العاصمة؟ هنا بعيد، بس يوصلوا لها. ما عليك، يلا 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 يا ابويا، يلا يا ابويا. طيب انتم روحوا من هناك بسرعة، ما عليكم المعركة كلها انطلقوا هناك. فرق السيارات حقتي، ولو في واحد بس يقطع لهم الطريق يقطع الطريق لهذولا عشان نذبحهم وهم هنا بالصحراء. لا نهزمه، فنهزم بعد بفرجه. انا كنت بقطع عليهم الطريق بس للأسف لم تزبط معنا، بس يعني ما في مشكلة، ما فرقت معنا حنا. هادي أيوه هذا هو الطريق ماشي، إن شاء الله ما في أحد بالعاصمة فاضية. أفصل الجيش هذا اللي هنا، أنتم امشوا، مشكلة تخرب الخطة إذا فصلت ناس عن ناس. خذ الموانئ، أنتم خذ الميناء هذا يلا بسرعة. خذ الميناء هذا وانت روح يسار. لا مشكلة، انا مشغلت اللعبة نسيت ايش اسمه، اشيل الاغاني سبتون عجاني عليك كوبي رايت في الحلقات اللي فاتها قبل، مرة بغبد عنها. اسبق الدبابة بسرعة، ادخلوا العاصمة. دخلنا وين عاصمتهم الثانية؟ هنا بسرعة، خذوها ايها الجند العظماء. يلا 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 رجعوها، رجعوا مدينتهم. اي والله رجعوا العاصمة. اكشع 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 الدبابة ذي بسرعة، حوطوهم حوطوهم. انت الأراضي ذي فاضية خذها بسرعة. هذه الفرقة خلاص انتهت، انت روح منا وانت اهجم على ذول منا، وانت خذ المنطقة ذي. ممتاز ممتاز، افصلهم 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 عن بعض، احشر الجيوش ذي بسرعة. انت والله جيوشهم كلها بالعاصمة. طيب نوريكم حركة حلوة يا عيال، شايفين الجيوش الحين؟ عندنا قنبلتين نووية، خلنا نستخدم واحدة، استخدمها على عاصمتهم ذي.
بوم، يلا اهجموا اهجموا على طول. المعركة قلبت خاطرة لصالحي. المشكلة راسلين له فالنتير، شوفوا هنا جيوش تركية وذي سبيدها لهم، ما في مشكلة. اهجموا كلكم اهجموا، ايش فيكم تتمشون؟ المشكلة مو كل الجيوش تهجم، انتم الدبابات اهم شيء اهجموا. اهجم انت، انت اهجم يلا. الله ادخل اسقكم بقنبلة ثانية. خلاص ابيد الجيوش اللي هنا. انت اهجم على ذول، امسكهم. امشينا امشينا، انت كذا انت كذا، يلا اسقط العاصمة. نعطيهم بونص هجوم. هذول محوطين، كلكم اهجموا. هذول انحشروا، اهجم عليهم هنا. فرق الدبابات حقتي الجديدة اللي سويتها مرة يعني مسوية شغلها. ايوه ليبيا سقطت في ايدينا، حلو حلو. يا سلام يا سلام، اخ بس لو اقدر اسوي ليبيا. اوه اقدر اسويها، طك. اوه سوينا ليبيا، شوف المنبار عندي فوق الحين كيف ينقز فوق. الحين عندي مليون، شايفين؟ غريبة يا اخي، اسرائيل كانت مع، اخذنا اسرائيل، كانت بابت هي لأمريكا. كيف أخذناها؟ بسم الله، والله ما بعرفش كيف. ما زال اسمنا باقي سعودي أرابيا، ملكنا عبد الله زي ما هو. العالم تغير. وخر الأغنية ذي وين؟ أيوة هذه، حلو حلو والله، شيء جميل هذا. يعني خيرا سوينا ارابيا، هو اول شيء كان ودي اسويه من البدايه، هدفنا ممتاز. طيب يلا خلينا نروح الجزائر. شايفين المنبار كم صار؟ 6 مليون جندي عندنا، فخلنا نقلل المنبار الان عشان مصانعنا تصير كويسه. يلا يلا انتشروا. صراحة كم باقي على الجزائر؟ باقي له شت، ايش فيه؟ عاد من اول جديد؟ لا هذا المغرب، ايه انا ابغى الجزائر. اه خلاص ما بقى شيء. كويس. ممتاز، جاتنا مصانع. طيب نبغى نوزع كل شيء بالتساوي نصنع. حلو 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 حلو. يلا يا ابوي، يلا يلا. حلوين حلوين، بس المشكلة الأراضي زي ما تقولون مدمرة، فتشوفون الجنود ما توصلنا موارد زي الناس في المنطقة ذي. بس عادي عادي عادي، نو بروبلم نو بروبلم. ايوه ايوه 74، باقي يوم واحد بس، يوم واحد فقط. الهجوم هجوم، يلا يا سلام. شلنا ناقصنا؟ ما في مشكلة، هذا بعدين نسويه. خلنا نركز بس على هجوم. لا انتم لا، اسحبوا اسحبوا عليهم، روحوا على طول على العاصمة سريع سريع، وتمشوا بدولتهم، ما عندهم جنود واجد. يلا يلا سريع 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 سريع. انتم السيارات لا، ما تقدرون. كنت بحشرهم بس في بحيرة هنا ما اقدر. خلنا نروح العاصمة دايركت، لعله وعسى تسقط على طول. بس اتوقع لا، بيحط لي عواصم ثانية. اوكي عندهم جنود جديدين هنا، حاطينهم. هجوم، كمل كمل، خلصت الموارد اللي معه. كمل يا ابوي، اهجم العاصمة يلا. جيشنا جالس يتقدم تقدم رائع. المشكلة زي ما تلاحظون الحين اللعبة مرة تقطع، العالم مرة مليان جنود، شايف؟ اوكي العاصمة فيها جنود. تجمع تجمع تجمع.
اجتمعوا ايها الجند. انت اقطع لذول وانت منين اقطع. يلا يا سلام. ايزي 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 بيزي ايزي بيزي. يا ليل ذا التعليق بسرعة. ما ادري ايش تعلق يا اخي. انا قلت جهازي قوي انا ما ادري ليش يعلق. المفروض ما يعلق. طيب خلنا ناخذ المدن اللي فوق على الشمال نقطعها من الساحل. لا والله جابولي جنود جابولي عدد يعني كويس. جيش المشكلة اللي تحت متورطة ما خلصوا من دول. اهجم يبوي اهجم كذا اهجم تقدر تجلدهم. اوكي اصوات انزالات بحرية. اوه نسيت خلي الجنود يحمون الشواطئ الجديدة ذي اللي اخذناها. مولي الشواطئ هذه. يلا طلقوا ايها الجند. المحاولات انزال في اماكن عندي هنا. اوه هنا يبغون ينزلون. حبيبي توكل على الله. اقدر المفروض اني اسوي عليهم انزالات انا بس ما عندي جيش انا يمسكهم. يعني جيش كويس قوي بس كان جيشي ها تراجع كله بسبة الارضية. ارضية مرة سيئة عندهم بنية تحتية. شفي فرخ لي جنود كثير. عدد لا باس به. اوف 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 حشر لي جنود. لا 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 ما اتفقنا كذا ما اتفقنا كذا. طيب يبغالنا مطار محترم. المشكلة شمال افريقيا ما فيه يعني مطارات كويسة. لكن خلنا ناخذ ذا المطار. وين الطيارات اللي هي هذه. حلو حط الطيارات دي وتنزل لنا موارد هنا. يلا انطلقوا نزلوا موارد لجنودنا يعني المحشورين واللي نقصتهم موارد زي كذا. طيب انت لا اسحب روح افتح الطريق لذول الديابة. يلا يلا جيشنا لا ينحشر يا حبايبي. ايوه يا سلام ممتاز. طيب يبغانا نفكر زيادة الحين لان وضعنا شوي زنقنا منا كذا يا حبيبي. نوسع المنطقة عشان لا نتقفل علينا. حلو انت توسع منا. حلو حلو نبغى نحشر الجهة اليمين دول لحالهم. انت عندما تخلص من الاشتباك تعال هنا. حلو حلو هنا في ناس فاضيين. روح خذ الميناء بسرعة. تو بعدين تونس. تونس هذه ايب عاصمة. اوه صح هو صح بلع تونس نسيت انا. انتم 22 مجتمعين مع بعض ليش؟ افترقوا افترقوا يا اخي. ايوه افترقوا يا اخي. طيب اوكي ماسك الميناء ذا. خذ تونس فاضية. خذ تونس كلها حياة يعيي. طيب هذه الجيريا العاصمتهم. قنبلتين نووية يا حبيبي عشان ندخلها سريع سريع. ما احنا فاضيين نطول حنا. بوم يلا هجم. بونص هجوم ممتاز ممتاز. ايوه ممتاز خذه. تحت كيف الوضع؟ والله تحت يعني ما في. شو هذه المنطقة حمراء بتأكيد. لا والله صفرة. بس الموارد ما تجينا زين هنا. باقي البنية التحتية مدمرة. هي سيئة البنية التحتية ومدمرة بعد يعني ايش تبي احسن من كذا يعني العب من كذا. طيب انت خليك هنا لا تطلع من تونس. لا تطلع من تونس يا غبي انتم. طيب بعد ما توصل هنا روح هنا. لا لا وين كذا تعال كذا ثم من كذا. اه نفس الطريقة. اوكي 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 كيف 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 مشكلة البنية التحتية عندنا مضروبة. ما لي انقص جيشي بس انا ما ودي انقص. ودي خلاص مرة واحدة ندخل. عندي فكرة نفصل الجيش اللي تحت عن اللي فوق. هي خططنا الأساسية كانت زي كذا بس انا طمعت قلت خلني على طول اروح العاصمة. خلينا نروح يا حبيبي زي كذا. تركي راس الفالنتير. الله ياخذك يا تركي الله ياخذك.
في زعلان مني التركي. طب انا قلت في واحد ياخذ المطار ذا المنطقه بسرعه. طيب طيب انت هجم على ذا مسكوهم لا يطلعون. ماليزيا قامت تحارب. اوكي مشكلة مو مشكلة قوة، مشكلة موارد. مواردنا مرة طايحة. انا عندي فكرة، وين هذا اللي يصلح لنا سريع؟ يسرع التصليح وخليه ببلاش. جام بسرعة ندخل ونصلح. طيب وينتر كليم يلا. طيب انت لا تهجم على ذول، واحد منكم بس ينطلق منه يفصل الجيوش ذي عن بعض. خذ الميناء بسرعة. سريع. هذه نفس الأغنية؟ أغنيتكم خايسة. هذه حلوة. يعني أحسن من اللي قبل شوي. طيب احنا كذا بنجمع جيوشهم. بس بنجمعهم ونحشرهم في مكان واحد. هذا ما كويس. مشكلة فرق النخبة كلها تحت عندي. الدبابات وكذا. اللي فوق كلهم السيارات، السيارات مو بمرة قوية بس سريعين. واللعبة تقعد تعلق علي. يا بابا لا تعلق. طيب نعطيهم خطة جديدة. كذا الخطة. لا. طيب كذا تاخذون الشواطئ ذي كلها. يا سلام. يلا توزعوا. توزع بابا انتو يا سريع. والتقطيع الخايس ذا. خذ اراضي فاضية، خذ اراضي فاضية خذ يا حبيبي لا تحتري انت. طيب هنا في ارض فاضية. خذوها بسرعة. ها هنا المنطقة ذي تقريبا بدأت الموارد تجينا كويس. هي المنطقة هذه هي اللي موارد فيها سيارة. المنطقة ذي مواردنا فيها ممتازة. لما داد يجينا فيها كويس خلاص تضبط امورنا. طيب تقريبا ترتبوا الناس يلا هجوم. يبغانا نركز قوتنا. الميناء ذا لازم اخذه. ولازم افصل الجيوش ذي عن بعض. فالتكتيك كالتالي. عندي جيوش هنا مرة متعافية فنصك هنا نووي. يلا. حلو. ونهجم. هجوم. ناخذ الميناء. حلو. الميناء جالسين ناخذه ممتاز. طيب نبغى نفصل جيوشهم عن بعض. وين افضل منطقة نفصل فيها؟ كل المناطق مأمنينهم بس هذه لا. هذه حلوة بس الجيش اللي هنا ما هو متعافي. طيب بسرعة خذ الميناء. الراشة. اوف. روسيا. الله قسموا روسيا يا ساتر. روسيا انجلدت. هذا اللي كنت بحالفهم انا. كويس اني ما حالفتهم. حلو. اخذنا الميناء. ممتاز. خلنا نشوف الريسيرش. انا سحبت عليه شوي. خلنا نبني صواريخ برضو عشان نصير نركب صواريخ بدولتنا. و سيوم 2012 هذا ريسيرش 2012. يا سلام. هذا قفل. هنا ناخذ هنا بالمنايا. يا سلام كذا. وهنا روسيا صح صرنا ما نقدر ناخذ منها. هنا ناخذ من تشاينا. وش بعد؟ يا سلام. لا هنا نضغي كذا. ناخذ من هذا. يا سلام. حلوين كذا. ها باقي روا. ناخذ كذا ممتاز. يا سلام يا سلام سلم. طيب يلا خلينا نفصل الجيوش من هذه الجهة. صكهم بنووي. يا سلام عشان نسهل اللعب علينا. طيب يلا نعطيهم زيادة بونص هجوم. انت هجم معهم هنا. يلا انا ودي اني ابيد الجيوش ذول اللي على اليمين. شايف
دباباتي وين هنا؟ دباباتي وين بدوات؟ من جد وين دباباتي انا؟ اوه هذول هم هنا. حلو، منتصر جالسين يهجمون، يعني هجمات منتصرة. حلو، نفس المنطقة الحين بس بسرعة 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 بسرعة. خذوها، يا سلام، حلو حلو. واحد منكم يهجم على ذا لا يتحرك، وانت تهجم على ذا لا يتحرك لين تجي تتغطى المنطقة هذه. المنطقة ذي فاضية. ممتاز ممتاز، جالسين يحاولون يهجمون يستردون المنطقة. اهجموا عليهم، ادبوهم. يا سلام سلام. بعد ما تهجمون اقعد امشوا منه، خلاص نظفوهم تنظيف. حلو حلو، امن المنطقة. شوف كلهم قاعدين يسحبون هنا، يبغون يستردون ميناء، فرصتهم الوحيدة. حلو، انتم اضغطوا عليهم منه برضو عشان لا يجيهم دعم، عشان نوصل لهم على طول. حلو 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 حلو، مرة ممتاز كذا. دباباتنا منه برضو توسعوا. حلو، يا سلام، دبابات هي القوية. شوف الدبابات خضرة على طول، خضرة. جنود ماشي، ما هم قوية. طيب يلا، يبغالي بس خلاص اركز على الدبابات الحين، صناعة الدبابات وذا. يبغون يستردون المنطقة، يفتحونها من هنا، ما هم قادرين. طيب انت بسرعة تحرك كذا كذا، قفل عليهم زيادة. هم كلهم مركز جيوشهم من اليمين، لان الضغط جاهم من اليمين. ايوه افصل زيادة يا حبيبي. بيت، ايوه ابادة كاملة يا حبيبي. طيب فين حق الطيارات الثانية؟ حاملة الطيارات عندنا تصير تشيل طيارات كثيرة. يا سلام، دباباتنا، دباباتنا هم اللي يعرفون الصراحة يشتغلون، هم اللي يعرفون يمشون ويقاتلون. حشروا العاصمة. خليني افصل كلهم نووي، ساعدهم بس دقيقة، نشغل الاغنية دي. دباباتنا هجوم هنا، بيجي نووي عليهم. يا سلام، تسقط الحين. حلو حلو، خلاص المنطقة ذي الأخيرة أبدناهم. جيشهم كله انحشت، بس عندهم ميناء باقي هنا. بس العاصمة، خلنا بلعنا العاصمة. ممتاز، اكشعوا الجنود دول من الحشرين. يا سلام سلم، نمسح الخطة هذه، نحط خطة ثانية صغيرة من هنا. يا سلام سلم، بس ابي يديروا هذولا. المفروض تسقط الدولة الحين، ولا عندهم عاصمة ثانية؟ الأمور اوكي. وين عاصمتهم الثانية؟ غريبة، عندهم أراضي ثانية شيء؟ لا، شيء غريب. طيب تركيا حرب أرمينيا، ما في مشكلة. جنود كلكم تقسموا هنا، يلا أعطيهم خطة هكذا. الخطة، يلا احشروا الجيش البقية يا ذول، هجوم. ممتاز ممتاز. خلاص كم باقي على المغرب الحين؟ المغرب والله عنده جيش، والله يا عنده جيش، بس ما في مشكلة. آخر دولة خلاص خلصها، بعدين مو ننهي الحلقة، ننهي التخزينة خلاص. عدل إذا يعني شفنا دعم قوي للحلقة يعني وللسلسلة إنها ما توقف، عاد يمكن نكمل. خلاص كابتشليتد يا أبوي، كابتشليتد. شذول عايش تسلمون. يلا بسرعة، خلص حقنا على المغرب. يلا بسرعة بسرعة، اسقطوهم. لا يا بابا لا. اوكي خلص الريسيرش اللي هنا. شوف هذا حق الدرع السترة الواقعة. حلو حلو، الجيريا كابتشليتد، انضم الينا. يا سلام، حلو حلو. هيا يلا الدولة الأخيرة على الحدود بسرعة. نرسم الخطة، بس المشكلة تقطيع غثيث.
بسرعة يجيش يتوزع بسرعة بسرعة بسرعة. شايفين كيف يمشون بشويش؟ عاد تضرب لين يوصلوا. اوكي تقريبا جيشنا الشبه تشتت على المود انه يروح على الجستفاي لان الحرب هجوم. يا رب بسرعة يلا سريع سريع يا ابوي. الجيش العظيم هجوم. الجنوب عندنا احمر لكن الشمال وضع اوكي لان هنا البنية التحتية الصفر صفر. تشوفون 42-1. اوكي انا داري غطيتكم بالموسيقى ذي لان ترى نفس الموسيقى العربية والموسيقى هذه حقت سبتون كل عليها كوبي رايت. مشكلة اللعبة بطيئة. يلا يا ابوي يلا اهجم. ايوه اخذنا الميناء ممتاز. تقدم يا حبيبي انت يلا. حلو حلو. حلو قربنا قربنا عند العاصمة الرباط صح؟ هي الرباط عاصمة المغرب. طيب ريسيرش حنا 2013. ما في شيء. تاخذ 200 ذا ما في شيء نسوي. ما لنا ننتظر زيادة. خلنا نسوي الانتير منتظرات الجوية نصير بعدين نضبط جيوشنا وذاك نحطها. أحس إني بكمل أنا بوقف بس يعني احتياط يمكن أشوف السلسلة عليها دعم قوي فأرجع أكملها. حلو حلو حشرناهم ذول. يا سلام أربع دفجينات يلا أفيدوهم. يا أخي أنت هجمت على منطقة تتراجع ليش؟ لف عليهم كذا يا حبيبي. حلو 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 خدنا عاصمتهم. عاصمتهم الثانية هنا. يا سلام حلو حلو. أول شيء جهة الشمال جهتها كلها الدبابات شايفين قواتنا النخبة. الله إبادات يا حبيبي. ما في تفاهم. يلا 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 اهجموا على ذول انتم وانتم عاونوهم هنا. يلا طردوهم من المدينة. المدينة هنا تجيهم موارد شايف فنقطع عليهم. ايوه يا سلام تقريبا ما بقى لهم شيء الحين الباقي. ايوه على طول. يا سلام وخلصنا من توحيد. يا سلام. طيب خلاص كذا نوقف كذا. اوكي يا شباب احس هذا يعني افضل شيء سويته يعني نتيجة. شباب افضل نهاية للسلسلة تكون زي كذا. ما ودي اطولها زيادة عشان ما تصير مملة وتخرب فاحسها كذا حلوة. افضل الوقت الحين الجهد اللي بسويه مثلا يكون بسلسلة ثانية او بشيء ثاني احلى. فبس يا شباب هذه كانت 8 حلقات لتختيم لعبة هارتس اوف ايرون. خليك والله ما ردك افضل اغنية عندي سبتون. ف اتمنى السلسله عجبتكم يا شباب. لا تنسون دعم القناه ودعم السلاسل الجايه. وعندنا ابراهيم ما شاء الله شغال سلسله الهارتس اوف ايرون برضو. ما راح تكون نهايه اللعبه. اذا تبغون سلسله ثانيه بطريقه ثانيه بمود ثاني بشيء ثاني يعني ابد مستعدين. بس انا ما ودي اكمل بالسلسله هذه لان خلاص الوضع زي قبل شوي. شفتوا كيف اخذنا ليبيا والجزائر ممل شويه الوضع يعني خلاص ما في شيء يعني تحلها بالنووي خلاص. يوم وصلت النووي انت خلاص تخرب اللعبه. فبس هذا اللي كان عندي. كان معكم حتى قبل محمد القحطاني. السلام عليكم.